بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل اللي هي اخر جزئيه عندنا في سكشن 7.3 logarithms with base a. احنا اخذنا في المحاضره اللي فاتت اللي هي الاقتران الاسي a اس x، وقلنا ال a لازم يكون عدد اكبر من صفر، وتعرفنا عليه انه ال a اس x بقدر احطها على صوره e اس ايوه قلنا A أس X بتساوي E أس لين A أس X، اللي هي بقدر أكتبها صورة E أس X لين A، ومن هذه بقدر أشتق وأكمل وأعمل هديها من خلال ال A. تمام؟ طيب الآن بدنا ناخذ الانفرس لهذا الاقتران. طبعا ال A قلنا لازم تكون موجبة، والعدد الموجب لما يرفع الأس 7 لأي عدد حقيقي بيظل موجب، لانه هذا العدد قد يكون صفر فبكون واحد، لو كان سالب بصير واحد على موجب، مزبوط ولا لا؟ لو الاس سالب بصير واحد على فبصير موجب، فدائما هذا موجب الاقتران الاسي. ممكن لو كانت الاي اكبر من واحد بتكون رسمه الاقتران بالصوره هذه، لو الاي اقل من واحد بتكون ما بهمناش فرق، مش مهم كثير. في الحالتين هنا اقتران متناقص هنا اقتران متزايد 1 تو 1، وبالتالي في له انفرس. هل هذا الاقتران له انفرس ولا ما لهش؟ ما زلنا احنا في 7.3 اللي هو exponential functions. لو كان عندي f of x بتساوي a اس x وال a قلنا اكبر من صفر، الان في عندي حاجه اسمها ال f انفرس لل a اس x هي لوغاريتم x للاساس a. هان اشترط انه ال a لا تساوي الواحد، اضافه للشرط ان ال a مالها اكبر من صفر طبعا، و a طبعا a اكبر من صفر و a لا تساوي الواحد، فكانه يعني ايه هاي هان وهان إيه؟ صح؟ كل المنطقة هذه والمنطقة هذه لا هي صفر ولا هي واحد، كل ما عدا الصفر والواحد. اوكي طيب هذا يعتبر هو ايش؟ الاف انفرس للـ A أس X. ايش الانفرس ايكويشنز؟ الانفرس ايكويشنز لهذول التنتين، طبعا انا عندي اف سيركل اف انفرس اوف اكس المفروض بتساوي لي اكس، واف انفرس سيركل اف اوف اكس بتساوي اكس. طيب هذه تعني اي اس لوغاريتم اكس للاساس اي بتساوي اكس. اي لوغاريتم اي بروح ايش ما يكون هان هو اللي هذه ايش تعني؟ لوغاريتم للاساس a لل a اس x تساوي x. هذه تفسيرها بسيط لانه الاكس بتيجي قدام، تصير لوغاريتم a للاساس a بواحد، تصير x بواحد باكس. فهي التنتين هذول تماما زي ما كنا نقول لين e اس x بتساوي x، و e اس لين x برضه بتساوي x. مش فقط اللين والاي اللي هي انفيرسز اتش انا مضبوط ولا لا؟ انفيرسات لبعض، فهذه تعميم الان. فهذا الاقتران اللوغاريتمي اللين هو الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي، اللين اللي هو اللوغاريتم للاساس ايش؟ اي. اللين هو اللوغاريتم للاساس اي، والاي اكبر من صفر ولا تساوي الواحد لانه الاي 2.7 من 10 تقريبا، مظبوط؟ اوكي طيب الان بدنا ناخذ مشتقه اللوج والتكامل، نشوف كيف نشتقه ونكامله. قبل هيك بس قال في عندي تحويل او علاقه ربط ما بين اللوغاريتم واللين. لوغاريتم اكس للاساس اي بيساوي لين اكس على لين الاي. وهذا سؤال انا اعطيته، او هذه القاعده هي اعطيتها للطلاب في احد الفصول، انه اثبتوا صحه هذا الكلام زي هوم وورك ولا حاجه. كويس؟ اوكي.
في طبعا يمكن بتبرهن بخمس ست طرق هذا القانون. بدي اعمل لكم واحده بس وانتم بتدوروا على براهين ثاني. لو انا اخذت واي بتساوي لوغاريتم اكس للاساس اي، بدي اثبت انه لين اكس على لين اي برضه بتساوي واي، صح؟ طيب الان هذه حوليها للصوره الاسيه، لوغاريتم اكس للاساس اي بتساوي واي، اي اس واي بتساوي صح؟ يبقى اي اس واي بتساوي اكس، صح؟ خذوا اللين للطرفين عشان احصل على لين اكس، خذوا اللين للطرفين بصير واي لين اي بتساوي لين اكس، يبقى واي ايش بتساوي؟ لين اكس على لين اي. طب ما ايش الواي بتساوي؟ يبقى اللوغاريتم بيساوي هذا الكلام، تمام؟ طبعا ممكن باكثر من طريقه قلنا بيمشي الحال. نعم هذه ها. طب من هذا خذ اللين للطرفين عشان هذه الصوره اللوغاريتميه. احنا ايش بنقول؟ بنقول لوغاريتم العدد للاساس بيساوي الاس، صح؟ هذه صورتها اللوغاريتميه تكافئ الصورة الأسية، أساس مرفوع للأس، صح؟ الأساس أكيد الأس فوق بيساوي العدد، مظبوط ولا لا؟ بالصورة هذه. فالآن لوغاريتم للعدد، لوغاريتم العدد للأساس بيساوي الأس، يبقى الأساس مرفوع للأس بيساوي العدد. خذوا اللوغاريتم اللين للطرفين بصير عندي الباقي، لين هذه هي واي لين اي، لين هذه لين اكس، بعدين بيطلع عندي واي من واحد واثنين. انجاز التعبير نسمي هذه واحد وهذه اثنين، نقول from واحد and اثنين من A إلى Y. هاد زي ما انت حفظاه يعني، امشي الحال. هاد أساس مرفوع لأس، دائما الأس بيجي فوق أساس، خلصنا بسوي عدد. أوكي هاي واحدة منهم. المهم هذا التحويل بستفيد منه، أو هذا التحويل بستفيد منه لإيجاد مشتقة وتكامل اللوغاريتم. كيف؟ احنا اخذنا قبل هيك او بنعرف من المحاضره السابقه انه لو كانت واي بتساوي لينيو، فان دي واي على دي اكس بتساوي واحد على يو في دي يو على دي اكس، مظبوط ولا لا؟ قاعده السلسله. وتكامل ما اخذناش تكامل لينيو، تكامل واحد على يو دي يو قلنا بساوي لين ابسوليوت اليو زائد سي، صح؟ اما تكامل لين اكس هذا في الكسور في الاجزاء، تكامل بالاجزاء، ها؟ لسه وجاي معنا قدام ان شاء الله. اخذنا هذا التكامل، صح؟ لين يو بساوي هذا، فانا بدي استغل هذه العلاقه لايجاد تكامل اللوغاريتم واشتقاقه بناء على هذه العلاقه. فانا ناخذ الان دي على دي اكس، لو كانت واي بتساوي لوغاريتم يو للاساس اي، لو واي بتساوي بدي اجيب دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس ايش بتساوي؟ بقول طيب لو واي كتبتها على صوره لين يو على لين الاساس، مش هيك؟ لن الاكس على لن الاساس، هيك تنحفظ القاعده. طب هذه مش هي عباره عن واحد على لن الاي في لن يو، صح؟ طبيعي انا قبل ما اكتب اي حاجه لازم كل يو مالها اقوى من صفر، واقتران قابل للاشتقاق برضه، كل الشروط هذه. هذا ثابت، اذا مشتقه الواي او مشتقه هذه، اذا دي واي على دي اكس اللي هي نفسها دي على دي اكس للوج يو للاساس اي بتساوي مشتقة هذا الكلام. اشتقوا بالنسبة لاكس، واحد على لن الاي ثابت بنزل، ايش مشتقة اللن؟
واحد على الاقتران في مشتقة الاقتران. صح؟ هذا اللي احنا حافظينه وهذه بزيادة. هاي بزيادة درجة ثانية. إذا مشتقة اللوغاريتم هي واحد على لين الأساس في واحد على الاقتران في مشتقة الاقتران. بالألف. اسأل. خلاص؟ أوكي. إذا مشتقة اللوغاريتم زيها زي مشتقة اللين تماما، واحد على يو في دي وعلى اكس، واحد على اقتران في مشتقة الاقتران، بس زيادة ايش عندي؟ واحد على لين الأساس. تمام؟ أوكي. نعم. اللين الايه ثابت، ما هي الايه ثابت. والايه موجب عشان اللين يدخل عليها، مظبوط ولا لا؟ آسف موجب بالضبط لازم عشان يدخل عليها. طيب. نشوف المثال. ثمانية؟ اوكي متجاب يصير التكامل في مثال بالحنة. اوكي. طيب. اكزامبل كمان مرة قبل ما نروح على المثال. لوغاريتم اقتران في اكس. واحد على الاقتران في مشتقة الاقتران. يعني هذه انا ممكن اكتبها على صورة ايش؟ هذه بقدر اكتبها يو شرطة، مظبوط ولا لا؟ يقدر تصير يو شرطة على يو في لن الاي، او حط لن الاي قدام مش مشكلة. يبقى صارت مشتقة الاقتران على الاقتران في لن الاي، لا تسهيل الحب. وبالتالي انا لو جيت اخذت المثال اللي عندي، طبعا ممكن نحله باكثر من صورة. احنا عارفين في عندنا مرونة في اللوغاريتمات بتساعدنا، في عندي حلول كثيرة لنفس السؤال. المثال بيقول لي واحد بده دي على دي اكس للوغاريتم للاساس 10 ل 3 اكس زائد 1. تطبيق مباشر على القانون، واحد على لن العشرة، صح؟ في مشتقة الاقتران على الاقتران. خلصنا. أي الحل؟ بدك تحطي تضرب هذه بهاد، بتقولي تبسيط ثلاثة على لن العشرة في ثلاثة اكس زائد واحد. هيك بخاف نحسب العشرة مضروبة في، بنحسب العشرة مضروبة في القوس. هان هان. عشان هيك أنا بفضل إيش؟ اخلي لن العشرة ورا دائما عشان منعا لللبس. 3 اكس زائد 1 في لن العشرة يكون افضل هيك. تمام. المثال الثاني عايز بده تكامل لوغاريتم اكس للاساس 2 دي اكس على اكس. اوكي على اكس. طيب انا بدي استخدم التحويل، كتبنا قبل شوية لن اكس على لن الاساس، مش هيك؟ لوج لوغاريتم يو او اكس للاساس ايه بيساوي لن اليو على لن الاي، مظبوط؟ اوكي. الان هذا انا بس بدي اعيد كتابتها كالتالي، اقول لوغاريتم اكس للاساس 2 في 1 على اكس دي اكس. تمام؟ طيب بدي اقول هذه بالتعريف، هذه لن اكس على لن الاثنين في واحد على اكس دي اكس، صحيح؟ اللن اثنين ثابت، بطلعها برا تطلع لي بايش؟ واحد على لن الاثنين في تكامل لن اكس في واحد على اكس دي اكس. لو فرضت هذه يو حتكون هذه دي يو، صح؟ بصير تكامل يو دي يو، يو تربيع على اثنين، صح؟ زائد ثابت في واحد على الاثنين. هيك بسطناه على الاخر، مش شرط يكون مكتوب هيك، اللي يعني ممكن تشوف الحل هذا ابسط ممكن تكتبوه عندكم. هيك بتهيألي الحل تقريبا استوى. بعد هيك الان بدي اقول له لت يو تساوي لن اكس، يبقى دي يو حتساوي لي واحد على اكس دي اكس. معاي؟ إذا التكامل الأصلي تبعنا بيساوي واحد على
لان 2 في يو ديو تساوي 1 على لان 2 في يو تربيع على 2 زائد زي. رجع اليو لاصلها واضرب 2 في اللن بتصير هاي 2 لن 2. اليو هي ايش؟ لن اكس الكل تربيع. هذا التربيع خد بقى زائد سي، هذا التربيع ممكن اكتبها لن تربيع اكس على الاقتران وليست على الاكس. يعني منفعش اجيب الاس قدام، منفعش. ممكن الاثنين هذا يطلعها فوق يصير لن الاربعة، لا بالصورة هذا هيك خلاص. تمام؟ اي سؤال؟ اي حاجة مش واضحة ما تخجلوش. هاي نهاية سكشن 7-3، واحنا لولا تركيب الكاميرا المحاضرة اللي فاتت ولا كان خلصناها المحاضرة اللي فاتت، لأنه أخذنا ساعة فقط. طيب، في تعديلات اللي عملتها أنا هاي بوريكم إياها في بعد نهاية المحاضرة إن شاء الله، ماشي؟ اللي عدلت عشان تعدوا على النسخة اللي عندكم. النسخة الحين معدلة على البي دي إف، بعت لكم إياها معدلة على النسخة الأصلية. حاجات بسيطة، بسيطة. أي نعم، واللي بتلاقي أي خطأ يعني بخالف الكتاب الأصلي أو غيره تبلغنا عنه عشان نعدله على الكتاب إن شاء الله. نروح لسكشن 7-5، طبعاً سكشن 7-4 مش مطلوب عنا. في زميلتكم يعني المحاضرة فاتت بتورجيني اقترانات تكعيبية. واقتران يعني زي ما يقول إكس تكعيب ناقص 3X + 1. وهات الإنفرس تبعها. فيش أسئلة زي هذه يعني دورت عليها بتلاقي حل على الكمبيوتر، حل باستخدام الكمبيوتر لاقتران زي هذه. احنا يعني طلعت في كل تمارين الكتاب بجيب لي حاجات بسيطة اني بقدر يعني استخلص الاكس لحالها. اجيب طبعا احنا لما نجيب الانفرس بنقول واي بتساوي اقتران في اكس، وبحل المعادلة بطلع اكس ايش بتساوي واي، بعدين ببدل الرموز، صح؟ فكل الاقترانات الموجودة في الكتاب بسيطة وقادر الواحد يتعامل معها، غير هيك لا. يمكن اصعب حاجه كانت او الحاجات الجديده انه يعطيني اقتران معلش يعني زي ما يقول لي واي بتساوي او اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع ناقص 2 اكس مثلا. لا هذا مكتوب لك ارشاد كومبليت سكوير اكمال مربع، بتاخذي نص معامل سين او نص معامل اكس، نص معامل اكس واحد تربيعه واحد، يبقى بضيف واحد وبطرح واحد، الواحد هذا بنقله هنا بتصير واي زائد واحد بتساوي هذا هيك مربع كامل اكس ناقص واحد الكل تربيع. خذ الجذر يصير عندك اكس ناقص واحد بتساوي الجذر واي زائد واحد، طبعا المفروض ابسليوت، وهنا بكون معطيني شرط انه اكس اكبر من واحد او اكبر من واحد، فالابسليوت لها بتنفك زي ما هي، صح؟ بتصير اكس ناقص واحد بتساوي الجذر واي زائد واحد، انقل الواحد بيجيني هان وبروح من هان. يبقى واي بتساوي اكس زائد واحد زائد واحد، هذا تحت الجذر هيك. تمام؟ معطيك ارشاد تحت في الكتاب او عندي. فهذا نوع من الاسئله اللي مش مباشر. انا مش وين موجود في الكتاب؟ في الكتاب مثال ولا في حلول الكتاب؟ مش مشكلة، مش مشكلة. بتسالب وين؟ لنفس السؤال؟ ليش؟ أنا عشان هذا فكه زي ما هو لازم تكون اللي جوا موجب. هو الورجتيني إياه؟ هذا المفروض انه القيمة المطلقة لما تكون اكس اكبر او تساوي واحد تكون هذا موجب. لما اكس اكبر او تساوي واحد موجب بنفك زي ما هو. لكن لما يكون اقل من واحد بنفك بالسالب. لو اعطاك اقل من سالب. واي تساوي اكس اقل من واحد. اوكي. وهذا على ما اعتقد انه رقمه 33 اظن في الكتاب ومصور في وحاله انا بقلم رصاص على راس الصفحة المصورة بعد كلها في الكتاب. طيب نروح الان للسكشن نيكست سكشن اللي هو 7-5. قلنا 7-4 مش مطلوب. 7-5 بيحكي لنا على
حاجه بتهيألي اخذتوها انتم لوبيتال صحيح، نزلت في توجيهي معكم. تمام، يبقى نقدر نمشي فيها طريقه كويسه. سكشن 7-5 اندترمينيت فورمز اند لوبيتالز رول، مش هكتب العنوان هذا كامل، 7-5 بس اكتب العنوان رقم السكشن فقط. ايوه، ولوبيتال ما هو اسم برضه مش 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 بسيط. اظن هيك، وفي هنا بحط شرطات ونقط مش عارف اسمه ايش، طبيعي ايش طبيعه اسمه هو. ايوه، وهنا بي بضل له اسم يعني الاتش او لوبيتال. ايوه، ما هو مش انجليزي هو اصلا بتهيألي فرنسي. خلص، ايوه، مين اللي كان مدور عليه؟ انا ايوه مدور عليه بقى. كويس، شاطر، مجتهد. لوبيتالز رول، قاعدة لوبيتال اندترمينيت فورمز يعني الصور غير المعين. احنا عارفين الصور اللي هي زي صفر على صفر او ما لا نهاية على ما لا نهاية، برضه ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية صورة غير معينة، صح؟ مش عدد حقيقي، واحد اسمه لا نهاية، ما لا نهاية في صفر، كل هذه الصور هنتعرض لها ونشوف كيف نتعامل معها. نظرية لوبيتال بتقول إذا بدي أجيب ليميت لا اقتران كسري، سواء نسبي أو كسر أو أي حاجة، إذا كان التعويض المباشر عندي بنتج صفر على صفر، بشتق البسط لحال، بشتق المقام لحال وبعوض كمان مرة. إذا طلع صفر على صفر بكرر العملية، إذا طلع أحدهما مش صفر بتقف العملية وبعوض تعويض مباشر. طلع صفر على عدد أو طلع عدد كان بها، طلع صفر على عدد صفر عدد على صفر ما لا نهاية، بقول موجب ولا سالب. ما لا نهاية فيش فيها ما لا نهاية، لأنه لقدام حنأخذ ما لا نهاية ما لا نهاية، بقدر أطبق قاعدة لوبيتال برضه. تمام؟ أوكي، فهيك النظرية بتقول ليميت اف اوف اكس على جي اوف اكس لما اكس تقول إلى اي. لو كان التعويض المباشر اف الاي على جي الاي بيساوي صفر على صفر، طبعا في شروط مكتوب في النظريه انه الجي اوف اكس نفسها هي ليست الاقتران الصفري، الجي اوف اكس ليست الاقتران الصفري وتساوي صفر فقط عند الاي، تساوي صفر فقط عند الاي، ما عدا الاي لا تساوي صفر. هذه الشروط كلها مكتوب في النظريه. لو كان هذا الكلام صحيح والتعويض المباشر اعطاني صفر على صفر، بقول هذا بيساوي ليميت لما اكس تقول لا ايه لا اف برايم اوف اكس على جي برايم اوف اكس. ممنوع تطبيق قاعده لوبيتال اذا لم تكن على الصوره صفر على صفر، او اذا كان احدهما لم يعد صفرا عند التعويض المباشر. اذا بطل صفر خلص. تمام؟ لاحقا، هذه هي صوره ثانيه. ماشي، احنا الان على الصفر على صفر. فايند ذا فولوينج ليميتس by applying لوبيتالز رول، اوجد النهايات التاليه بتطبيق قاعده لوبيتال. كلام بسيط يعني، بعطينا حل كثير، وكنا يعني زمان كنا نعطي للطلاب لما بده يختار الاجابه الصحيحه، لانه ما كانتش قاعده لوبيتال معتمده في توجيهي، ما كانتش يعني بالسرقه بنعلمها للطلاب كنا بسهوله يعني، بس اشتق البسط واشتق المقام وعوض تعرف ايش الجواب الصح. وكان المفروض من زمان يعني طلبنا انها تكون موجوده ومقرره، بتخلص الطلاب من كل التعقيدات اللي بيعملوها مع الطلاب. ارتحتوا. لما اكس تقول لصفر مش مكتوبه، مكتوبه في اللي بعدها، بنعدلها هاي. هاي احد ال اكس تقول لصفر بنعدلها ان شاء الله. ايوه، انا عشان احمر بدي حاجه اللي تبين عشان اني انتبه لها. الفوسفور في الشنطه مش هعمل اكس تقول للصفر عشان نعدلها على الكتاب الاصلي ان شاء الله. اوكي، طيب الان تعويض مباشر 3 في 0 وساين الصفر والصفر يبقى صفر على صفر. بالتعويض المباشر صفر على صفر، يبقى بقدر اطبق
قاعدة اوربيتال يبقى يساوي ليميت لما اكس تؤول للصفر. اشتق البسط لحال 3 اكس 3 ناقص كوزاين اكس على 1، ما دام 1 خلص ايش ما يطلع عندي الان؟ تعويض مباشر يصير 3 ناقص 1 وتساوي 2، كوزاين الصفر ب 1. هل لديك اقوال اخرى؟ طيب خليكم معي خليكم معي. ب ليميت لما اكس تؤول للصفر للجذر 1 زائد اكس ناقص 1 على اكس برضه. لما اكس تؤول للصفر 1 زائد 0 1، 1 ناقص 1 0 على 0. يبقى ايش نعمل؟ ولا اضرب في المرافق؟ لا على لوبيتال مضبوط؟ شيء هذا؟ طلع نفس الجواب بس مش لوبيتال. اوكي. لا احنا الحين نشتغل على لوبيتال احسن حاجه. تمام؟ ليميت لما اكس تؤول للصفر، المقام واحد. خلصنا يبقى كل شغل الاشتقاق هشتغله تبع البسط. ايش والواحد مشتقته؟ صفر، وهذه واحد خلص مشتقة هذه. مشتقة ما بداخل الجذر على 2 الجذر، عوض عن اكس بصفر. جذر الواحد 2 في 1 بيطلع نص. تمام؟ كان التوجيه كان كل الناس تقول التعويض بيطلع يعني. انا كتبت تعويض مباشر، احنا بنكتبها مش مشكلة. مش مشكلة. مش مشكلة. لو كتبنا في البداية نقول بالتعويض المباشر ينتج صفر على صفر، كتابة من غير ما تعوضي، بالتعويض المباشر ينتج صفر، بس تتأكدي. لأن أحيانا أنا ممكن زي تريك أعطيك البسط صفر والمقام بالصفر. مجرد ما تعوض البسط صفر وخلص صفر. لا، مش صفر على صفر. يعني احيانا للتسهيل على طول لا بقول له هات ليميت اكس ناقص 1 على اكس زائد 1 لما اكس تؤول لواحد، بروح بعوض عن اكس بواحد، صفر بقول لك صفر على صفر بقعد يضرب في مرافق ويحلل ويعمل. طب ما هذه صفر على 2 صفر، خلص حله. بكون حاطه سؤال عشان اخذ فيه علامتين ولا ثلاثه هيك مساعده عشان عيب احط صفر. فبقول ابدا لا بدي احطها الصفر على صفر واحد. ما ينفعش. في ناس هيك، في ناس ذكروني في واحد معلش هيك نقطة، أخو هارون الرشيد بيقولوا له البهلول، واحد صوفي وعلى البركة، سمعت فيه يمكن ربما البعض سمع. طبعا هذا الصوفية كل حياتهم توكل على الله سبحانه وتعالى، طبعا لما يكون متعبد أو عابد لازم يأخذ بالأسباب ولا لا؟ لكن في ناس بالمرة على الآخر. فبقول له أنا أخوك هارون الرشيد يعني الشرق والغرب كل البلاد عندي، أنا الملك، خذ يا راجل أصرف عليك أعطيك، أقول له أبداً كلها على الله. إيش أسوي له هذا؟ يعني بهدل خالص، قال بدي أرزقه مصاري هيك لله. راح خلينا نقول مسك مثلاً 5 دنانير حديد، ذهب فيش حديد، ورمهم في الطريق، وهو جاي من البعيد، رمهم في الطريق، قال له يا بهلول تقدر تجيني من غاد وأنت هيك مطمن راسك من غير ما ترفع راسك؟ أساس إيش؟ يشوف الحديدة هذه ويخدها يترزق. ضلوا ماشي ماشي ماشي، لما قرب عليها لهم بقول له طب وليه يجيك مغمض؟ وغمض عينيه ومشى عشان بدوش يشوفها خلاص. وهذول أنا ذكروني في المثال هذا تبع هذه الليمت الإكس ناقص واحد، أنا بدي أعطيه بدي أساعده بدي أساعده بدي أعطيه علامتين يقول لا هذا طب بنحلل ونعمل إيش فيها بسيبه للآخر صح؟ هم هيك زي هيك بالضبط. فبدوش ياخذ بدوش حر. طيب رقم سي، رقم سي نمسح هذا معلش عشان الوسع بديش ابعد عشان الكل يشوف. وانتم اللي هنا يعني بفضل دائما تكونوا في المنطقه هذا عشان تشوفوا يكون افضل قد ما تقدر. رقم سي ليميت جذر 1 زائد اكس برضو 1 زائد اكس ناقص 1 كله على مش عارف على اكس تبديل لما اكس تؤول للصفر. تعود مباشر الواحد مع ناقص 1 بروح صفر على صفر يبقى على قاعده لوبيتال. طبعا بالتعود مباشر صفر على صفر يبقى ليميت لما اكس تؤول للصفر بدون الليمت ما ينفعش، دائما الليمت ضروريه. واخدوا بالكم المقام
هاي المقام 2x وهذه صفر وهذه سالب نص. مشتقة هذا واحد على اثنين جذر x، واحد على اثنين جذر واحد زائد x صح؟ طيب لو ضربنا البسط في اثنين والمقام في اثنين عشان نتخلص من اثنينات، انا بدي اتخلص منها، اضرب البسط في اثنين والمقام في اثنين، مش بينفع؟ يعني اضرب هنا في اثنين وهنا في اثنين عشان هذا كله ينضرب، هذه بتصير واحد وهذه بتروح الاثنين صح؟ لان الاثنين المفروض تتوزع، وهذا بتصير اربعه، مش مشكله. بس اما انا بدي ابسطها عشان اسهل حل الاشتقاق، لما اكس تؤول للصفر، عندي في المقام 4 اكس، وهنا واحد على جذر واحد زائد اكس ناقص واحد، صح؟ طب هذه بدي اعملها صوره اسيه وارفعها فوق صح؟ عشان يسهل علي عمليه الاشتقاق. خليها في خطوه جديده. لسه انا ما اشتقيتش. احيانا يعني بكتب انا هان لوبيتال رول عشان اعرف ان هذا اشتقيت باستخدام قاعده لوبيتال، تمام؟ هنا انا لسه ما اشتقيتش، قاعد ببسط في المقدار اللي عندي. هذه بتصير ليميت لما اكس تؤول للصفر 4 اكس، هذا عباره عن 1 زائد اكس اس نص، ارفعها فوق يبقى 1 زائد اكس اس سالب نص ناقص 1 على 4 اكس. تعويض مباشر كمان مره، حط بدل اكس بصفر بتصير 1، 1 على جذر الواحد 1 ناقص 1 0 على 0، يبقى بنطبق قاعدة لوبيتال، يبقى بقول تساوي وهي لوبيتال رول. المقام عندي هاي ليميت لما اكس تؤول للصفر، المقام عندي 4 تمام، يعني اخر خطوة للاشتقاق هنا. سالب نص في 1 زائد اكس اس سالب 3 على 2 بس في 1. مش الاس في القوس مرفوع للاس ناقص 1 في مشتقة ما بداخل القوس، والسالب 1 واللي جوا مشتقتها 1. تمام هذا هي. الان بدي اعوض تعويض مباشر، بديش ابسطها، بدي اعوض تعويض مباشر. الان بتصير 1 زائد 0 1، هذه جذر كيف ما تتدير في الاخر هطلع لي جذر الواحد صح؟ لانها اصلا 1 على 1 زائد اكس اس 3 على 2، اللي جوا على اللي برا، يعني 1 على الجذر التربيعي ل 1 زائد اكس كله تكعيب، حط اكس بصفر 1، جذر الواحد 1، 1 على 1 1 من الاخر، يبقى وين رحنا هنا؟ يبقى سالب نص تعويض مباشر الان، سالب نص على 4 بيطلع سالب 1 على 3. يمكن ابسط من الحل المكتوب اللي هنا عندنا، او احسن اللي هي تخلص من الكسور هذه، يبسط قد ما يقدر. مش مشكلة. نشوف دي. حاضر. ليميت دي لما اكس تؤول للصفر اكس ناقص ساين اكس على اكس تكعيب، تعويض مباشر صفر على صفر، يبقى لوبيتال رول تصير ليميت لما اكس تؤول للصفر 1 ناقص كوزاين اكس على 3 اكس تربيع، تعويض مباشر 1 ناقص 1 على 0، 0 على 0، يبقى بطبق لوبيتال كمان مرة يساوي هاي لوبيتال رول كمان مرة. الواحد 0 ناقص كوزاين اكس ساين اكس مباشر على 6 اكس، ليميت لما اكس تؤول لصفر 0 وساين الصفر 0، يبقى برضه لوبيتال رول بيساوي ليميت لما اكس تؤول للصفر المقام 6، البسط تعويض مباشر 1 على 6 كلام. ايوه بالضبط، يعني ان شاء الله 3 مرات 4 مرات مش مشكله، ما دام كل مره بيطلع 0 على 0 يبقى بقدر اطبق قاعده لوبيتال. رقم اي لما اكس تؤول لبايع 2 لا كوزاين اكس على اكس ناقص بايع 2،
كوزين التسعين صفر، كوزين التسعين صفر، وبايع اثنين ناقص بايع اثنين برضو بصفر بقى صفر أسفل. يبقى بقدر أطبق قاعدة لوبيتال تساوي ليميت، تنسوش الليميت لما إكس تقول لبايع اثنين سالب ساين إكس على واحد. طيب تعود مباشر ساين التسعين واحد في سالب، بتصير سالب ساين الباي على اثنين وتساوي سالب واحد وهو المطلوب. نوت مكتوب عندنا نوت في الآخر إنه لوبيتالز رول doesn't apply when either the numerator or denominator has a finite non-zero limit. ممنوع تطبيق قاعدة لوبيتال إذا كان البسط أو المقام لا يساوي الصفر عند التعويض المباشر، وهذا حكينا. وهي مثال اثنين على هذا الكلام. لو أنا رحت طبقتها بعد ما توقف أحدهما البسط أو المقام عن كونه صفرا وكملت حيطلع عندي جواب مخالف عن الجواب الصحيح. تمام؟ هذا المثال اللي هو يبين لي أنه ممنوع تكمل إذا كان أحدهما لا يساوي الصفر سواء البسط أو المقام. ليميت لما X تقول للصفر لا واحد ناقص كوزين X على X زائد X تربيع. تعويض مباشر واحد ناقص واحد على صفر زائد صفر، صح؟ يبقى هنا حيساوي لوبيتال رول ليميت لما X تقول للصفر. تعويض مباشر هان ساين اكس تحت واحد زائد اثنين اكس. تعويض مباشر ساين الصفر صفر، صفر على واحد زائد صفر وتساوي الصفر على واحد وتساوي الصفر. خلصنا. فيما لو واحد ما انتبهش زي اللي بنعطيه سؤال بسيط بدوش يكمل كمان، لو اجي اكمل على هذه ويقول انا بدي استخدم لوبيتال رول، حتصير ليميت لما x تقول للصفر لكوزين x على 2 عوضي كوزين الصفر يطلع نص والصح صفر. كيف طلعها نص بالضبط؟ تمام، حيطلع عندنا جواب مخالف. طيب هل تطبق قاعده لوبيتال على الوان سايد ليميت؟ برضه كمان بنفع. هايات اكزامبل 3 لوبيتال رول ابلايز تو وان سايد ليميتس، يعني لو كان ليميت من اليمين او ليميت من الشمال ما دام التعويض المباشر اعطاني الصفر على الصفر بقدر اطبق قاعده لوبيتال. شوف هان ليميت ساين اكس على اكس تربيع لما اكس تقول للصفر من اليمين، تطبيق مباشر صفر على صفر بتساوي لوبيتال رول ليميت لما اكس تقول للصفر من اليمين لكوزاين اكس على 2x. تعويض مباشر يطلع واحد على صفر، واحد على صفر اللي هو بيسوي لنا قديش؟ واللي هي ما لا نهايه بنكتبها احنا عاده، صح؟ بيطلع لنا الليمت. طيب واللي بعدها الليمت لما x تقول للصفر من الشمال نفس الكلام حتكون ايش؟ سالب من هي. ليش؟ احنا قلنا واحد على لما اكس تقول للصفر من اليمين، اذا بتتذكروا في الكالكولاس واحد فروق موجبه تقول للصفر، فروق موجبه يعني هان تقول الى موجب صفر، فبيطلع لنا موجب ما لا نهايه. لما اكس تقول للصفر من الشمال ل 2 اكس حتقول لايش؟ فروق سالبه. البسط حيطلع لي واحد، يطلع واحد على فروق سالبه، بيطلع لنا سالب ما لا نهايه. هالحين ليميت ساين اكس على اكس تربيع لما اكس تقول لصفر من الشمال بتساوي برضو على لوبيتال كمان مره زي ما قلنا هان، تساوي ليميت كوزاين اكس على 2 اكس لما اكس تقول لصفر من الشمال، حيطلع عندي فروق سالبه تقول لصفر بيطلع عندي سالب من النهايه. النهايه من اليمين لا تساوي النهايه من الشمال لان واحد موجب واحد سالب، يعني النهايه غير موجوده، هذا ملوش نهايه عند الصفر. ليميت لما اكس تقول الى الصفر. ما علينا، نيجي ل مش شرط، مش شرط. الحين انا لما اضرب اثنين في اعداد سالبه، هي الصفر
هاي الصفر. لما اكس تقول للصفر من اليمين تجي له ارقام موجبة، يعني بتاخذ مثلا 1 من 10، بعدين بتاخذ 1 من 100، بعدين 1 من 1000، كلها قيم موجبة. فهنا المقام موجب، 1 على موجب بعطينا 1 على موجب بعطينا موجب. هان لما اخذ من الشمال هاخذ -1/10، -1/100، كلها ارقام سالبة، تمام؟ فواحد على فروق سالبة بتصير تقول للصفر، ماشي؟ الإشارة لو كانت سالب بصير سالب في موجب بصير سالب، وهنا سالب في سالب بصير موجب، اللي هي إشارة، قاعدة إشارات مش أكتر. أوكي، indeterminate form ما لا نهاية على ما لا نهاية، أو ما لا نهاية في صفر، أو ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. نشوف أمثلة على لو كانت ما لا نهاية على ما لا نهاية. Find the limits of these infinity over infinity forms. لم يشتغل لي على الفورم ما لا نهاية على ما لا نهاية، بقول لي أوجد قيم النهايات التالية اللي تقول إلى ما لا نهاية على ما لا نهاية. بده الليمت لما X تقول إلى باي على 2 لا سيك إكس على 1 زائد 10 إكس. طيب السيك والتان التنتين غير متصلات عند الباي على 2، كيف؟ مين قال؟ تذكرين رسمة التان كيف؟ أيوه. هان متقطع عند الباي على 2 وهان مزبوط. انا عندي سيرتين الرسمه بالصوره هذه هيك، وطبعا في زيها هذه من سالب باي على 2 لباي على 2 بينهم باي، هذه تجينا لعند مين؟ 3 باي على 2، 3 باي على 2 وتيجي عند الباي تجينا هذه هيك بالصوره هذه. فلو جينا عند الباي على 2 للتان من اليمين من الشمال بتروح لموجب من النهاية، ومن الشمال سالب من النهاية، فهو غير متصل أصلا، صح؟ السك برضو السك مقلوب الكوزاين، والكوزاين الكوزاين عند الباي على 2 قديش؟ الكوزاين عند الباي على 2 0، فمقلوبها غير معرف، صح؟ في اليمين والشمال إذا بتتذكروا الرسمات تبعتها كنا نعملكو فبتكون غير معرفة التنتين، وبالتالي أنا لما أجي أجيب الليمت لما إكس تقول لباي على 2 هاخدها مرة من اليمين ومرة من الشمال وأشوف هل بيطلع نفس الجواب ولا لا. طبعا كل واحد إلى حالها غير معرف، فإحنا بدنا نجزء نأخذ من اليمين ومن الشمال. طيب أول حاجة نأخذ ليمت لسيك إكس على 1 زائد تان إكس لما إكس تقول إلى باي على 2 من اليمين. تعويض مباشر، سك 90 ما لا نهاية، ليش؟ أنا عندي كوزاين الباي على 2 تساوي 0، يبقى سك الباي على 2 بده يكون 0 1/0 على اعتبارها 0/1، تمام؟ اللي هي غير معرفة تطلع لي قديش؟ نحن نكتبها ما لا نهاية، مظبوط؟ فهذه ما لا نهاية، والتان عند 90 ما لا نهاية، 1 زائد ما لا نهاية، إذا هذه فعلا هي في التعويض المباشر على صورة ما لا نهاية على ما لا نهاية. بنطبق قاعدة لوبيتال، ليميت لما إكس تقول إلى باي على 2 من اليمين، مشتقة السك سكتان، صح؟ سكتين يعني سك إكس تان إكس، مشتقة التان سك تربيع إكس، سك تروح مع التربيع بضل عندي إيش؟ ليميت لما إكس تقول إلى باي على 2 من اليمين لتان على سك إكس، تان إكس على سك إكس. بقدر أبسطها هذه لو عملتها في الهامش، التان عبارة عن ساين على كوزاين على 1 على كوزاين، صح؟ نحول القسم لضرب بتصير في كوزاين إكس، فبتروح هذه محل بضل عندي ساين إكس، يبقى بيسوي لنا الليمت ساين إكس لما إكس تقول لباي على 2 من اليمين، اللي بتساوي لنا قديش؟ 1. طبعا الساين من اليمين ومن الشمال عند الباي على 2 بتساوي 1،
رسمة الساين احنا عارفينها ما بين الواحد وسالب الواحد بتجينا بالصورة هذه هيك وبتنزل مزبوط. هاي البايعة اثنين سواء من الشمال بتروح للواحد او من اليمين بتروح برضه للواحد. طيب هذا بالنسبة لليمين. نفس الكلام هنلاقيه لما اكس تقول الى بايعة اثنين من الشمال بيختلف؟ لا بيختلف نفس الكلام مزبوط محلول عندنا ما بيش داعي عيد نفس الكلام. الان لما اخذها لما اكس تقول لبايعة اثنين من وين؟ من الشمال. حط من الشمال هلاقيها برضو هتطلع ما لا نهاية على ما لا نهاية. من الشمال يعني هتصير عندي ايش؟ بالسالب. هيطلع عندي برضو في الاخر ليمت ساين اكس لما اكس تقول الى بايعة اثنين من الشمال وبيطلع عندي واحد. باي ذا سيم واي مكتوب عندك يعني بنفس الطريقة هيطلع عندي واحد. تمام؟ اوكي. طيب. في حدا دق على الباب؟ في حدا؟ لسه بدري. كمان اكزامبل. طيب ليميت لما اكس تقول الى ما لا نهايه لين اكس على 2 جذر اكس. تعويض مباشر ايش بعطيني؟ تعويض مباشر ما لا نهايه عمل النهايه لين الما لا نهايه. هاي اللين عند الما لا نهايه نقترن بها لكل ماله مظبوط ما لا نهايه وجذر ما لا نهايه يبقى هذه ما لا نهايه على ما لا نهايه فوق بنطبق لوبيتال. طب لو قلنا بالتعويض المباشر ينتج ما لا نهايه عمل النهايه ليميت لما اكس تقول الى ما لا نهايه واحد على اكس هان 2 في 1 على 2 الجذر 2 مع 2 بتروح وحول القسم لضرب تطلع هذه فوق بيساوي عندي الليمت لما اكس تقول الى ما لا نهايه لجذر اكس على اكس صح؟ تعويض مباشر برضه ما لا نهايه عمل نهايه صح؟ على لوبيتال المقام واحد المقام مشتقته واحد انسوا الموضوع يبقى واحد لا 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 الليمت لمين؟ لواحد على 2 جذر اكس بيطلع صفر واحد عمل نهايه بصفر صح؟ احنا عندنا قاعده هذه برضه في الكالكولس واحد اخذنا قلنا ليميت واحد على واحد على اكس لما اكس تقول الى موجب او سالب ما النهايه هذه بصفر واخذنا تعميم الها ليميت واحد على اكس اس ان لما اكس تقول الى موجب او سالب ما النهايه بشرط الان موجب بشرط الان موجب لو ان سالبه بطلعها فوق بتصير اكس اس ما لا نهايه اكس اس ان وبتصير ما لا نهايه فهذه برضه بتساوي صفر بشرط انه الان تنتمي الى زد بوزيتيف ما تكونش سالب صح؟ وهذه ممكن نعممها طبعا لو كان عندي انا واحد على اكس اس 3 على 2 عباره عن ايش؟ لو قال لي ليميت واكس تقول لما لا نهايه هذه مثلا ايش تطلع؟ هل تقول هذا موجب ولا سالب؟ هذه طب حطيها على صورة ليميت واحد على جذر تربيع الى اكس تكعيب بالضبط الجذر تربيع الى اكس تكعيب واكس تقول الى ما لا نهايه. طب هذه مش بقدر اعتبرها جذر واحد؟ وبقدر اقول هذه ليميت جذر واحد على اكس تكعيب واكس تقول لما لا نهايه صح؟ واخذنا انه الليميت ممكن يدخل جوا الجذر. أخذنا ليميت واحد على إكس تكعيب لما إكس تقول إلى ما لا نهاية هذه صفر مظبوط من هان من هان صفر جذر الصفر بيطلع صفر وبالتالي هذه مباشرة بقدر أقول بتساوي صفر وبالتالي هذا الكلام بنقدر نقول صفر مباشر هذا كله أخذنا قبل أوكي اوكي مثال سي اخر مثال في هذه النقطة اللي هي ما لا نهاية على ما لا نهاية
رقم سي ليميت اي اس اكس على اكس تربيع لما اكس تقول الى ما لا نهايه. تعويض مباشر، تعويض مباشر، تعويض مباشر، ايش بيطلع؟ صحيح صحيح. عن غيب حافظين عن غير اي اس اكس، الاي اس اكس هي رسمتها هيك صح، لما اكس تقول لما لا نهايه بيطلع خالص، بتروح الواي لما لا نهايه صح، وبالتالي ما لا نهايه على ما لا نهايه، وبالتالي بنقدر نطبق قاعده لوبيتال رول تساوي ليميت لما اكس تقول لما لا نهايه. الاي اس اكس ايش مشتقتها؟ هي نفسها، وهذه تعويض مباشر ما لها ما نهايه كمان مره لوبيتال، تصير ليميت لما اكس تقول لما لا نهايه المقام 2 اي اس اكس، تعويض مباشر ما لا نهايه على 2 تطلع لنا ما لا نهايه.